انا عايز اقول لك حاجه يا فاطمه، انا احب اعيش على قدي وما اقبلش غير يدفع لي مليم ما دام مش من عرق جبيني. ايه ده بالراحه على نفسك شوي، مش كده يعني. انا ما خلصنيش ازعلك، بناقص الاكل والغسيل كمان بلاش منه. انت زعلتي؟ انا مش قصدي ازعلك، وعشان اثبت لك ان مفيش تكليف بينا هسيب لك الهدوم عشان تغسليها، براحتك. وهسيب لك معاهم صابونه. كان عايز ايه؟ كان عاوز الطيش تغسل هدومه، قلت له سيبهم اغسلهم لك انا. ما تسيبيه يغسلهم، هو انت هتغسلي له هدومه كمان؟ الله الله، انت ايه اللي قلبك عليه كده؟ هو كان عمل لك حاجه؟ يا فاطمه انا قلبي عليكي، وبعدين مش عايزك تقفي معاه كتير قدام الجيران، انت عارفه الناس وكلامها. يا سلام، لو انت مش عارفني كويس ولا ايه؟ يا فاطمه انا عارفك، بس انت كمان عارفه الناس ولسانتها. معلش عشان خاطري خلي الوقوف معاها على القد ولما يبقى له لزوم. حاضر. مستغني عنها او عاوز تتصرف فيها بقول لنا عليها. ليه هتسرق عربيه روبابيكيا يا سيدي؟ مش شغلي. وشوف اللي هيدفعه لك اي واحد هدفع لك زي واكتر شويه. الله، انت بتتكلم بجد؟ امال بهزر؟ طب مش لما تجيب العربيه الاول؟ عربيه ايه؟ انت فاكرني هتاجر في الحاجات دي؟ لا شوف، انا هقول لك بصراحه، انا ليا واحد معرفه هيفتح قهوه صغيره وموصينا استلقط له شويه حاجات بس. امشي انا بقى لحسن النار هتخسع والحاج يبهدلني. سلام. اتفضل يا حاج. سالكة ايه؟ عفارم عليك يالا. الله يخليك يا حاج. بقول يا حاج، ما تجيب لك شيشه خصوصي هنا وانا بعمل المطلوب، واللي بتدفعه للقهوه يعني انا اخد اقل منه شويه. لما يبقى ده كارك ساعتها اقول لك ماشي، لكن غيرك له كار وانت لك كار، خليك في كارك وتشطر فيه. يا سلام، كلامك حكم يا حاج، خش في النافوخ على طول. تعرف يا حاج، انا كل يوم بتعلم منك حاجات لو كنت رحت المدارس ما كنتش عرفتها.
مدارس ايه يالا؟ حتى لو دخلت الجامعة دي خبرة وتعب وعرق سنين. بالك الواد محفوظ ابني اهو واخد احسن شهادة في التجارة، لكن اول ما يقع في حسبس يجي لي جري ويقول لي الحقني يابا انا غرقت وطلعني. بس انت برضو عدم المؤاخذة انت برضو مدلعه يا حاج. مدلعه بس بالاصول وباحسان. عودته من صغره انه لازم يشتغل. كنت في الاجازة اجيبه هنا معايا في الوكالة، مش اقعده على مكتب هنا جنبي، لا يشتغل مع الصبيان، يشيل وينقل ويعرف هو شايل ايه وده تمنه ايه. ولما كبر جالب نفسه وقال انا عايز اشتغل معاك يابا. قلت له ماشي ماشي، اديته ماهية وكل عملية يعملها اديله عمولته. بالك الاوتومبيل اللي هو راكبه ده هو اللي شاريه بنفسه. قلت له عايز تسوق اركب عربيتي. قال لي لا دي موضتها قديم. قلت له طب يا اخويا اختار الموضة اللي تعجبك واشتري بفلوسك. تعب واشتغل ليل ونهار لحد ما جاب تمن. يا ريت ابويا كان عمل معايا كده يا حاج، ما كانش بقى ده حالي. الا فضل يطوعني في كل حاجه لحد ما خبت الخبه الكبيره دي. ودلوقتي بعد ما مات لقيت نفسي في الهوى. يا مولاي كما خلقتني، لا قرش ولا علام. ما دام حسيت بالندم وعرفت غلطتك تبقى اتعلمت. بعد ايه يا حاج؟ بعد خراب مالطه؟ ما تقولش كده يالا، انت لسه شاب بصحتك وعافيتك. اوعى تبص وراك، مهما حصل بص لقدامك على طول. وكل ما تقابلك حاجه لازم تحسب حسبتها تمام قبل ما تخطي خطوه واحده. كيس تاخد لك غدر وتقع مش مهم، المهم انك ما تستسلمش وتنام، لا لازم تقوم على طول. انت يظهر شفت كتير قوي يا حاج. انا لو حكيت لك حكايتي مش هتصدق. عدم مؤاخذه يا حاج، انت منين؟ انا من اسكندريه. أبويا كان أكبر صياد، ومرة واحدة ركبوا النحس. المركبتين اللي كان بياكل منهم عيش غيره اتحصر ومات. سابني وأنا لسه يا دوب عندي 11 سنة. وأول ما كبرت لسه هقول يا هادي، أمي حصلته وبقيت وحيد في الدنيا لوحدي. أني ما كنتش غاوي بحر، اشتغلت عتال على عربية نقل لحد ما جت لنا نقلة هنا في الوكالة. ومن يوميها ما رجعتش في العربية اللي جابتنا. يعني النقلة دي كانت قدم الساعد يا حاج؟ الساعد ده جه بعدين بسنين طويلة كنت بدوق فيها المر. بلمت كده ليه يالا؟ اجري هاتلي طبق كشري. من عينيا يا حاج. اخرب عقلك، فكرتني بالذي مضى.
يا بطل. يسعد صباحك. الله، انت مش بطل النهارده؟ صح، ومبدر على فين؟ بس ادعي لي يا فضل. خير ان شاء الله. خارج استفتح. ربنا معاك. ازاي مش اي خدمه؟ ايوه رقبتي. ادعي لي من قلبك. ربنا يكفيك شر طريقك وابعد عنك ولاد الحرام. قادر يا كريم. امشي انت هنا يا بلاش. احسن مرايه احنا بنبيع بلاش. خمسه سنين يتفرج. يلا خمسه سنين بس. وضايع المعلم عندي. اسمع اوعى ظهرك، اوعى ظهرك. خمسه ساق بس. وضايع المعلم نجيس. خمسه ساق بس. امشي انساق هنا يا بلاش. خمسه ساق بس. وضايع المعلم نجيب يا غلان. خمسه ساق. ارجين هنا يا بلاد. تعالى قرب بنبيع. تعالى بعنا بقرش تعال خش. ايه حكايتك النهارده بالظبط؟ في حاجه يا بلدينا بتسالني انا؟ اسال نفسك. حصل ايه كفل الشهر؟ اقول لك حصل ايه. الارض دي بتاعتي، باكل منها ايه؟ تقوم انت تيجي تستولي عليها كده بمنتهى السهوله؟ يا اخي اهلا وسهلا. يلا يا اخويا لم حاجتك من هنا ولا هرميها لك بره في الشارع. ترمي ايه؟ ما تتكلم كلام معقول ولا مش مالي عينك؟ انت باين عليك لمد وغلبان وكمان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما بلاش طولك لسان، ده المراه في الساعه. يا جدعان صلوا على النبي. الله عليه الصلاه والسلام. وروقوا واتفاهموا مع بعض. الارض دي بتاعتي ولا انا جيت؟ تمام. وبقالك فيه اكتر من سنتين. سمعت بودانك يا اهطل. لا اله الا ما قلنا بلاش قله ادب. وكمان بتقول عليا قليل الادب يا جعر. انا جعر؟ انا لازم اربيك بقى عشان تبقى عامل اللي زيي. انا جعر. اديني شويه كشري يا فضل. عينيا شويه كشري يا سيد. كويس. دول بيقولوا ايه؟ ان الواد عبده في السوق بيتخانق وعامل لي فيها ابو زيد الهلالي. يا راجل قول كلام غير كده. ومالك اتخضيتي كده؟ ما تخافيش عليه، ده واد جن. ما تروح يا سيد تشوف ايه اللي حصل. يعني ايه؟ شايفاني فاضي ولا سيبك لعيش؟ يعني هتسيبوا الراجل لوحده كده؟ ماشي. فاطمه انت بنت فاطمه، مالناش دعوه المشاكل دي يا بنت. هي البت فاطمه مالها؟ مش هتفعل الواد عبده كده ليه؟ ده ارض الحكومه. لا مش عارف ارض ده ارض. انا هتقول على ايوه. والله انا هحطك على الدش. انا هحطك على الدش. ده هو ده حكايتك يا بابا. ما يصحش هو المفتري وانا عيني فتوه وما كنتش مصدقني. اسال الناس دي كلها. اوعى تصدق حضرتك الظابط ده. انا جاي اول يوم هنا بستفتح وبحط البضاعه على الارض ولسه بقول يا هادي وبنادي. اللي جه ده راح عامل مخله وراح زعيقني في كتفي. ايه يا حضرتك كيف غسل حدك؟ خدوه يلا على اسمه. قدامي كان عمل ايه؟ يلا اتفضل لم الحاجه حطيها في العربيه وروحك. يلا قدامي. هو ده اللي حاسس. يلا كل واحد يلا كل الأبلاء كمان فيها كده. فيها واحد كمان. غرف الأبلاء. ضعفوا ضعفينك ويانك السودة يا اللي كنت السبب. فاطمة، أمال فين عبد؟ خدوه على إيه؟
الله، ده الحكايه قلبت بجد بقى. هو عمل ايه؟ انا عارفه كان بيتخاف. وبعدين ده الراجل كده راح في شربه ميه. لا تفضل، انا مش قلت لك مالناش دعوه؟ ده باين عليه مطلبه. ده ايه يا سيد، ما ترسلك على بر، ساعه تقول لبط وساعه تقول حنين. انا مش عاجبني حنيتك الزايده عليه. هو كان من بيت اهالينا؟ الناس لبعضيها يا اخوي. طب وعايزانا نعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف له اي صرفه نخلصه من القسط. ما هو لو كان الحاج سردينا موجود كان ضمنه وخلصه، انما حظه المهبب النهارده اجازه. خلاص نشوف حد يعرف تليفون الحاج سردينا ونكلمه. نشوف. يلا خلي بالك من العربيه درش على مرجع. مين يا حمامه؟ مين اللي يعرف نمر التليفون الحاج سردينا؟ مين يا حمامه؟ يا اخويا انت. انت؟ ايوه مرسي هو اللي بيجي ساعات يطلبه بالتليفون من هنا. وهنجيبه منين دلوقتي الرئيس مرسي؟ وانت عارف انه ما بيجيش القهوه غير بالليل. بيت مرسي فين يا حمامه؟ بيت مرسي يا اخويا بس حد يا اخوانا يعرف بيت مرسي فين؟ محدش. هو يعني لازم يتخلي في الساعات دي بالذات؟ المهم نشوف حد يضمنه. مين اللي يضمنه يا واد يا حمامه؟ مين اللي يضمنه؟ مفيش غير فهيمه فندي يا اخوانا. حد يعرف بيت فهيمه فندي فين؟ انا اعرفها فاطمه. انا. طب ما تشيلنا بيه. يلا بينا. على فين؟ خليك انت واقف على عربيه الكشر على مرجعك. طب نقفلها ونروح سوا. نقفلها ايه؟ هو احنا عملنا بحق الرز؟ هيبقى موت وخراب ديار يا فاطمه. طب روح انت بس بسرعه وانا هسوقك على العربيه. يلا قدام. هي ايه العباره؟ البنت فاطمه مش هتحتفل قوي كده ليه على عبده؟ انا اضمنه وحظبط بطاقتها. وانت صلتك ايه بالواد اللي اسمه عبد الغفور ده؟ انا بيه اعرف ان هو بيشتغل صبي من صبيان الحاج ابراهيم سردين. يبقى ما ينفعش. ينفعش ليه بس يا بيه؟ طب يا سعاده البيه، طب عشان خاطرنا، ده برضه واد غلبان. ده واد مشاغب وقالب السوق. ما هو مش عاوزين ياكل عيش، طب يعمل ايه يعني يا حظاظ؟ كل شيء بالاصول يا سيد فهيم. طب عشان خاطرنا وانا بعد كده هوعيه وافهمه. يجي الحاج سردين اضمنه وناخد عليه تعهد. حضرتك عارف ان النهارده اجازه وهنلاقي فين الحاج ابراهيم سردين دلوقتي؟ اه خلاص خليه مرمي في التخشيبه لحد بكره لغايه ما يجي صاحب العمل ويضمنه. يعني ايه خلاص مفيش فايده؟ الاجراءات كده. خلاص يديها تخشيبه، يدين تخشيبه. طب ما تديها لمرت الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي يا بنتي. الله جاري يا محفوظ، ما تاكل خطيبتك. خد يا حاج. خافش يا حاج على فوزية. فوزية دي تأكل مية. ما يغركش انها سفيفة ورفيعة كده، انما اكلتها الله اكبر. سبحان الله، ولو في خلط يشوهون، مع ان محفوظ ابني ما بياكلش كتير. ايه يا بابا الكلام ده؟ لا ما تجيش حاج زينو. هنكتب كتب كتاب العيال دول امتى؟ اللي تشوفه حاج انا جاهز وتحت امركم. طب اسمع، الخميس الجاي؟ لا الخميس اللي بعديه. الميعاد ده يوافقك؟ خير البر عاجله، بس نشوف الاولاد عاوزين الفرح يتعمل فين. انا عايز اعمله في الفندق الجديد اللي فتح على النيل. لا انا عايز اعمله في الفندق اللي في الهرم. انتوا هتتخنوا من دلوقتي. انتوا بقى اسمعوا، الارخص هو اللي همشيه. ارخص ايه يابا؟ بس هي مناقصه. جري يا حاج ابراهيم. لا يا حبيبي، هنسترخص من اولها؟ لا، اللوزه دي اول فرحتي، لازم اعمل لها فرح ما اتعملش. اعمل يا اخوي، وعلى راي المثل اللي عنده قح يتجحد. ايوه ساعتها يقولوا الاسم الطوبه والفعل امشير. يعني التليفون من مين؟ فهيمة فندي؟ اصبر يا رب، ما دام فهيمة فندي يبقى فيها مصيبة. يا فهيم في ايه؟ ايه؟ امتى ده حصل؟ وهو فين دلوقتي؟ يا خيبتك وما عرفتش تطلعه؟ طيب انا جاي حالا. فيها بابا؟ اسمع محفوظ، انا نازل نص ساعة مشوار صغير كده وراجع على طول. ليه خير؟ حصل ايه؟ معرفش. فهيم افندي بيقول لي انهم مسكوا الواد عبده وحجزوه في القسم. تلاقيه سرق حاجه؟ عبده ما يمدش ايده على حاجه ابدا، ده بيقول لي انه اتخانق.
مش مهم، المهم دلوقتي انك تقعد مع حماك وعروستك يا اخي، اتكلم واضحك معاها، ما تقعدش مبلم كده. ويعني حبك يا بابا تسيب ضيوفك وتنزل دلوقتي؟ ما تسيبه متلقح في القسم وبكره الصبح نبقى نطلعه. ده واحد من صبياني، ما اقدرش اشوفه في زنقه واسيبه. اتعلم بقى الحاجات دي، انت مش صغير. لو سمحت من ضمن هنا يا حاج. لا مؤاخذه، انا معايا الختم بتاعي. المره دي بس علشان خاطر الحاج، لكن المره الجايه مش هرحمك. والله يا حضره الضابط انا كافي خير شري، ده انا عايز اكل لقمه عيش. محدش منعك انك تاكل عيش، لكن تعمل لي فيها عصبجي هدخلك السجن. والله ما بتعرفش. احرص يالا، خلاص انكتم بقى، ممنونين يا حضره الضابط. شرفتوا يا نست يا حاج. الله يشرف مقدارك. سلام عليكم. مع السلامه يا حاج. البنت فاطمه جايه هنا تعمل ايه؟ دي كانت زي المجنونه، وهي اللي اثرت ان اكلمك في التليفون. انت في ايه بينك وبينها؟ ابدا ابدا يا حاج، ما فيش اي حاجه، ما انت عارف ان احنا جيران. جيران؟ طب يا اخويا روح طمنها احسن، باين عليها هتتجنن. ربنا يخليك لي يا حاج، ما تحمش منك. روح منك. ما تنساش تفوت عليا بكره يا فهيم افندي، علشان في شويه حسابات عايزين نظبطها مع بعض. من هنا يا حاج. اطمنت يا اختي؟ الحمد لله. بقى هي الحكايه كده. انا لولا الكشري بتاعك عاجبني كان بقالي معاكي كلام تاني. مع الف سلامه يا حاج، ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه. معلش تعبتك يا حاج. مع السلامه. مع السلامه يا حاج. المهم طمنيني، العربيه والحاجات فين؟ ما تحملش هم حاجه، انا لميت لك الحاجه كلها من العربيه وحطيتها عند سيد اخويا. عملت انت ايه؟ مش عدت الحمد لله. اطمني، احنا خلاص سوينا كل حاجه. ربنا يخليك يا فهيم افندي. بس بقول لك ايه، انا مش عاوزك بعد كده يا عبده تبقى حمى قوي كده. خدها مني نصيحه، التجاره دي عاوز اللي طبعه هادي ورايق، فاهم يعني ايه؟ يعني من هنا ورايح نديها مسايسه. طب يلا بينا بقى نبعد عن اللهم احفظنا ده، ربنا لا يجعلنا في طريق ولا يجعله في طريق. يلا يلا. تبيعك يا حنة كترة الأحزان. معلش ما جراش حاجة، الصبر طيب، كل حاجة في أولها جديدة. يا أختي طب اسأل سيد، ده احنا عشان نقعد بالعربية في المطرح اللي احنا فيه ده ياما قلبنا ناس وناس قلبون. تصدقوا بإيه؟ لا إله إلا الله. أنا أول ما روحت وفرشت وحطيت شوية الخردة دماغي قعدت تود وتجيب، في حد هيجي يشتري مني شوية؟ ولقيت الناس بتتسرسب ناحيتي واحد ورا التاني، وشويه ابتدوا يقلبوا في البضاعه، شويه والفلوس ابتدت تطلع من جيبهم، ما بقتش مصدق عيني. يعني البعيد المؤذي ده لو كان استنى ساعه زمن كنت جبرت وكفيت خير شري. معلش معلش يا عبد، ادي انت بتتعلم برضه، بس واجب انك قبل ما تخط الخطوه تحسس عليها. يعني قبل ما تفرش الفرش بتاعك كنت تسال المكان ده فاضي ولا له صاحب. اسال ايه يا سيد؟ دي ارض الحكومه يا جدع، هي ملك دي ولا حاجه على حد؟ يا عبد اخويا، اللي بيحط رجله على شبر من الارض بيفتكر انه ملكه، وده يا حبيبي بقى اكل عيش، يعني يا روح ما بعدك روح. اقعد اقعد. امال فين الشاي بتاعك يا فاطمه؟ ما انا هقوم اعمل لروحي دلوقتي بعد ما تخلصه. تعملي ايه؟ اشربي ده واعملي لنا بعدين. لو ربنا وحد شرب ولا انا؟ لا عيب. لو ربنا. لا لا عادي اشرب بقى. بس انا مش غلطان يا سيد، انا لما روحت فرشت كان في 100 واحد واقفين،
ما حدش منهم كلف خاطره وقال لي المكان ده ليه صاحب، ما حدش فتح بقه وقال انت بتعمل ايه. ما هو لازم انت دخلت عليهم دخله جامده فافتكروك لبط وجاي تقول اشر شطار، فقالوا الطيب احسن. اهو اللي حصل بقى، بس اللي حاسس فيا بجد ان انا نزلت الحاج ابراهيم سردينة على ملا وشه في يوم راحته. حاج سردينة؟ الا الحاج سردينة ده عسل، وصراحه باين عليه بيحبك قوي كمان. ايوه بس اللي بتقوله فاطمه صح، واحد غيره ما كانش سأل فيك ولا قال لك انت فين. هو اللي حصل بقى، بس تفتكره هيزعل مني عشان عملت الشغلانه دي من ورا ظهره؟ هو ده اصله يزعل من ايه؟ دي ارزقه بالحلال. لا يا فاطمه، كان واجب نفطامه برضه. يا عبده انت مهما كان صبيه، ما تخطيش خطوه الا لما تشوره. وانا ايه اللي زعلني يا هو؟ عيب انك تجري على قرش زياده، انا طول عمري بتمنى الخير للناس، بس انا عاتب عليك يا حقك عليا يا حاج. لما تعوز تتسبب بسبوبه زي دي كان لازم ترجع لي عشان اقول لك تهب بيه، وساعتها بقى كنت هزرعك في احسنها مطرح ومفيش مخلوق يستجري يا هاوي ناحيتك. معاك حق يا حاج، بس غصب عني ما انا غشيم. ايوه اهلا وسهلا. قوموا طن ونص موجود على 7000 جنيه. لا 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 لا، انت عارف اني كلمتي واحده. طب اقول لك ايه، علشان اريحك وتريحني ها، خد 2 طن وانا ههودك في السعر. ايوه 8500. لا خلاص ولا ملي. ماشي، شيع العربيات في اي وقت، تحت امرك، مع السلامه. مرسي يا معلم، مرسي يا معلم، مرسي كلم الحاج. ايوه حاج، اعملنا حاج. اوامرك يا حاج. الباشمهندس شاكر هيبعت ياخد 2 طن خرده نحاس. عايزك بقى بكره تاخد العيال وتطلع على المخزن بتاع سوق السلاح توزنهم وتجهزهم. ماشي يا حاج. وانت هلا هترجع تاني ولا خلاص تبت؟ اللي تؤمر بيه يا حاج. اذا كنت شايف اللي انا عملته غلط اعتبرني تبت ومش هرجع له تاني ابدا. التفت لشغلك هنا احسن، واذا ما كانش عاجبك شغل الوكاله بقى قدامك اهو يفوت جمل، في 1,000,000 واحد مستمنه يشتغلوا الشغل بتاعتك وبلاش المرازيه بتاعتك دي. مرسي لم نفسك شويه، الكلام ده انا بس اللي اقوله. راح حاج ما برضه يعني لمؤاخذه صاحب بالين كداب، ما دام شايف شغله هنا مظبوط احنا ملناش عنده حاجه. الهي يعمل بيتك. خلاص بقى ولا يحرمنيش من عطفك وكرمك يا حاج. يا كريم يا طيب يا امير يا ابن الامراء. فطرت ده يا فاطمه. يلا يا اصغر، يلا يا فاطمه. حاضر عيني. عبده عبد امسك. عملت ايه مع الحاج؟ زي ما قلتي الحاج سردينه طلع سكره. عشان تبقى تسمع الكلام. ايه ده انت لسه بتاكل العيش حاف؟ وهو في احسن من كده؟ نعمه. طب اجيب لك شويه كشري. لا لا، لما عاوز هجيلك. فاطمه قلت لك لا، فاطمه قلت لك مش عايز. طب شويه في الرغيف. لا انا همشي عشان ما اتاخرش على الوكاله. انت سايبه زباينه وبتعملها ايه يا فاطمه؟ ما تشوفي شغلك يا بنت. بس بس والله يا عيال بقى كده ينزل حاج من بيته في يوم اجازته ويخليه يسيب ضيوفه عشان بسلامته عايز يعمل لي فيها تاجر. ده وادنا مروده سعاده البيت، شوف بقى كان عايز يبيع ايه وتلاقي ايده اتمدت على حاجه هنا في الوكاله. الواد ده انا من يوم ما شفته وانا مش مرتاح له يا مرسي. عمرك اطول من عمري يا سعاده البيت، انا كنت لسه هقولها، بس نعمل ايه للحاج بقى؟ ما بيستحملش كلمه واحده عليه. ليه بقى يا اخويا؟ يطلع مين ده؟ ده حته جربوع ما يسواش، وبعدين احنا ما نعرفش عنه حاجه.
مش جايز الواد ده يبقى مجرم ولا بلطجي وجاي يرمي بلاه علينا. عداك لعيبه سعاده البيه هو كده فعلا. خد ده هنا. ايوه يا سي محفوظ بيه. كنت فين هلا؟ عدم المؤاخذه كنت بشتري رغيف عشان اتغدى. وهتتسمم ايه يا اخويا؟ كباب ولا نيفه؟ بلاش تتريق عليا يا سي محفوظ بيه، انا راجل غلبان. انت يا واد هتتسمم ايه؟ هتسمم الرغيف ده؟ حاف. ايوه حكله حاف. ليه يا اخويا؟ مش قادر تجيب شويه غموس؟ بتودي فلوسك فين يا واد؟ اوعى تكون بتتعاطى حاجه هلا. ما تقولش كده يا سي محفوظ بيه، ده انا بقول يا حيطه داريني. مرسي الواد ده يوميته كام؟ بياخد 25 قرش يا بيه، غير البقشيش بقى اللي بيطلع له في اي نقله ينقلها لزبون. ساكن بكام يا واد؟ في الشهر باتنين جنيه ونص. يعني تقدر تاكل وتلبس؟ امال ايه حكايه العيش الحاف دي؟ عدم المؤاخذه في الليل بقى بشوف لي اكله كويسه اكلها. اكله كويسه تاكلها ولا بتلم الفلوس عشان تشتري بضاعه وتتاجر؟ ده انا لسه بقول يا هادي. يعني ناوي. وفيها ايه بس يا سي محفوظ بيه؟ فيها كتير يا اخويا. اللي اشتغل عندنا هنا عينه ما تبصش لبره ابدا. ايوه بس انا عدم المؤاخذه واخد اذن من الحاج. ماليش دعوه بالكلام الفارغ ده. اللي زيك مالوش عيش هنا. يعني ايه؟ يعني تغور من وش يا اخويا ما تورينيش وشك هنا تاني، تطلع بره التاجر وتشتري زي ما انت عايز. يعني بتقطع عيش يا سي محفوظ بيه؟ وانت محتاج يا اخويا؟ ما انت بقيت معلم. تحت امرك. اللي تشوفه يا سي محفوظ. مرسي ارمي للواد ده باريزه وخليه يغور من هنا من الوكاله ما اشوفش خلقته تاني. انا عارف البلاوي دي بتتحدف علينا منين. رجعت بدري النهارده ليه؟ اتخانقت مع حد تاني؟ الله فين يا عبده ما تتكلم؟ سبت شغلك ليه؟ انت تعبان؟ حاسس بحاجه؟ طردت من الوكالة. يا لهوي ليه؟ عملت ايه؟ اتخانقت مع الحاج؟ انا اقدر ارفع صوتي على الحاج او ارفض له طلب. محفوظ هو اللي طردني. وسببها ايه الطردة دي؟ ما تتكلم يا عبده، انت هتفضل مخبي عننا كل حاجة؟ انت مش فاهم لنا يا جدع؟ عيب يا سيد ما تقولش كده.
انتوا دلوقتي اكتر من اهلي، بس انا مش عارف اقول ايه. انا نفسي مش عارف انا اتطردت ليه، لكن اللي عارفه كويس ان اللعبه دي كلها باسم التعبان اللي اسمه مرسي. والحاج عارف اللي حصل؟ لا ما كانش موجود. يوه. طب ما تروح له تشتكي. اشتكي مين يا خايبه انت كمان؟ اشتكي ابنه. طب اما اشوف وشك يا مرسي الكلب. هات يا ابني اقعد شعر ما بيضه. سالفونا عرب. سالفونا يا راس مرسي. ايه يا عرب؟ قعد لوحدك ليه؟ ما تيجي تلعب معايا شرطين. الله الله الله. ده المعلم عبده قاعد اهو. هات يا ابني اقعد شعر على حساب المعلم عبده. طبعا معلم. معلم غصب عنك وعن اللي خلفوك يا مرسي.